مع الحدث. أهلا بكم مستمعينا، والتواصل مع الأستاذ خليفة بن سعيد بن سالم العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ خليفة، صباحك خير. صباح النور وصباح الخير على جميع المستمعين لإذاعة الشباب. أهلا وسهلا بك، نبارك لكم طبعا انطلاق الهوية الجديدة للهيئة، ونتمنى الاقتراب من مضمون هذه الهوية. طبعا كما تعلمون أن الهيئة العامة للمؤسسات المتوسطة هي أنشئت بناء على قرارات ندوة سلاح الشامخات، واستمرارا لهذه الندوة تم استخدام شعار الندوة خلال السنة والنصف الماضية من إنشاء الهيئة، لأن الهيئة ارتأت أن الآن حال وقت لإعداد هوية خاصة بالهيئة ترمز إلى أهداف إنشائها وأخصاصاتها التي صدر في المنصب السلطاني السامي بإنشاء الهيئة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وريادة الأعمال بما يخدم هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. نعم. والهوية هذه تضمنت أولا استخدام اسم مختصر، لأن اسم الهيئة الآن طويل، فكان الفكرة نستخدم اسم سهل ومختصر بحيث الكل لما يسمع هذا الاسم على طول يجي على باله موضوع المؤسسات الصغيرة المتوسطة وكذلك ريادة الأعمال في السلطنة، وكان هذا الهدف الأساسي من الهوية الجديدة تكون اسم مختصر وبما يرمز إلى هذا القطاع في السلطنة. طيب الاسم المختصر المعتمد ما هو؟ هو احنا حنعلن اليوم ان شاء الله على الساعه 10:00، يعني بعد نص ساعه من الان. وهو لن يخرج عن اطار رياده الاعمال في السلطنه ودعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه. اذا اليوم باذن الله تعالى ستعلنون عن الهويه الجديده من خلال مؤتمر تقدمونه استاذ خليفه. ان شاء الله اليوم على الساعه 10:00 ان شاء الله حنعلن الاسم المختصر وكذلك الشعار الجديد للهيئه، واللي حنبدا منه انطلاقا من هذا اليوم هو بدء في تنفيذ استراتيجية جديدة أو الهوية التسويقية الجديدة للهيئة، وسوف ننفذها إن شاء الله خلال الأيام القادمة بشكل تدريجي. طيب مع تدشين هذه الهوية الجديدة، هل هناك مثلا خدمات جديدة سيتم تدشينها كذلك؟ احنا إن شاء الله يعني خلال الأسبوعين القادمين في هناك مجموعة من المبادرات سوف يتم تدشينها في خطة، يعني قبل نهاية شهر ديسمبر هذا العام سوف يتم تدشين مجموعة من المبادرات الجديدة بما يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمؤسسات المتوسطة وتقديم خدمات أفضل لهذا القطاع. نعم، نأمل بإذن الله تعالى أن تشكل أيضا الهوية الجديدة الخاصة بالهيئة نقلة كذلك نوعية، سواء كان على مستوى المضمون أو على مستوى طبعا كذلك التسويق. نتمنى لكم كل التوفيق وموفقين في خططكم وبرامجكم التي طبعا تنفذها الهيئة. شكرا جزيلا لك الأستاذ خليفة بن سعيد بن سالم العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كنت معنا في فقرة مع الحدث. شكرا لك. شكرا لكم. إذن تحية لشباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحية لرواد الأعمال، ونقول بإذن الله تعالى بالتوفيق يا شباب، ومن الجيد بالفعل الاهتمام بالهوية لأنها أيضا تشكل عنصر قوة في مؤسساتنا.